السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم فرض اللغة العربية المستوى السادس ابتدائي، إذا بدلا من المستوى الخامس كاين المستوى السادس، إذا فقط خطأ عندي هنايا في المطبوع. إذا المستوى السادس ابتدائي، فروض المراقبة المستمرة، المرحلة الأولى، الموسم الدراسي 2022/2023. كنتمنى أنكم تزيدوا تدعموا قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقى يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم هنايا. في هذا الفرض ديال اليوم او في هذا لا فيديو غادي ندير معكم فقط الشكل وفهم المقروء، يعني غادي نديرو اليوم الشكل وفهم المقروء، وفي فيديو اخر ان شاء الله غادي نديرو صرف والتحويل والتراكيب، وفي فيديو اخر ان شاء الله غادي نديرو التعبير الكتابي. اذا بالنسبه للشكل عندنا واحد الجمل هنايا: ان علم الاثار او الاركيولوجيا هو احد المصادر الهامه لتاريخ البشريه، ان تسال عن اصحابه تجد باحثين مرموقين يشتغلون بصبر وانات ويتكبدون من اجله الرحلات البعيده ويستغرقون فيه الاوقات المديده. اذا نحاولوا نشكلوا، اذا دائما الشكل كيكون بالاعراب. اذا ان علم الآثار أو الأركيولوجيا أركيولوجيا هو أحد المصادر الهامة لتاريخ البشرية شريتي. إن تسأل عن أصحابه تجد باحثين مرموقين يشتغلون بصبر وأنات ويتكبدون من أجله الرحلات البعيدة ويستغرقون فيه الأوقات المديدة. إذا إن علم الآثار أو الأركيولوجيا هو أحد المصادر الهامة لتاريخ البشرية، إن تسأل عن أصحابه تجد باحثين مرموقين يشتغلون بصبر وأنات ويتكبدون من أجله الرحلات البعيدة ويستغرقون فيه الأوقات المديدة. نعم، إذا بعد ما درنا الشكل دابا ندوزو لفهم المقروء. هنا عندنا واحد النص غادي نحاولوا نقراوه وغادي نجاوبوا على الأسئلة ديالو. إذا النص هو هذا، في البداية غادي نقراه: إن الحضارة الحقيقية هي التي تعترف بوجود الآخر اعترافا وتحترم وجوده وفكره احتراما، وينشأ عن هذا الاختلاف حوارا يبدي فيه كل طرف آراءه وانتقاداته في محاولة للوصول لنقاط تفاهم أو حتى تحقيق التعارف على أقل تقدير. ومن هنا نجد أن الحضارات الحقيقية لا تتصادم ولا تتصارع ما دامت تسعى للحضور بمنهج إنساني. الحوار مبدأ أساسي ينص عليه الدين الإسلامي ويلح على اتباعه كأسلوب للتعامل، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحاور المشركين واليهود والنصارى ويجلس معهم جلسات طويلة يدعوهم إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، ولم يسمح باعتماد العنف والشدة كمنهج للدعوة الإسلامية. إذن هذا هو النص، غادي نحاول معكم نجاوبوا على هذه الأسئلة المقترحة هنا. عندنا سبعة ديال الأسئلة، إذن أولا اقرأ النص أعلاه وأجب عن الأسئلة. إذن النص قريناه وغنجاوبوا على الأسئلة. السؤال الأول: ضع علامة في أمام نوعية النص. إذن نوعية النص، واش هو؟ عبارة عن مقالة، عبارة عن رسالة، عبارة عن خطبة، أو عبارة عن حكاية؟ إذن من طبيعة الحال النص هو عبارة عن مقالة. نعم، إذن هو عبارة عن مقالة كيهضرنا على الحضارة الحقيقية. نعم. ثانيا: ضع عنوانا مناسبا للنص. إذن بالنسبة للعنوان المناسب للنص، إذا بالنسبة للعنوان المناسب للنص ممكن نديرو أي عنوان يتناسب والنص. إذا ممكن نديرو الحضارة
الحضارة الحقيقية، الحضارة الحقيقية، ممكن نديرو أيضا الحضارة وفقط، نعم، ممكن نديرو الإسلام والحضارة الإسلام، إذا كلها مقترحات كعناوين لهذا النص، نعم. ثالثا، استخرج أضداد الكلمات التالية من النص، إذا غنحاولوا نخرجوا الضد ديال هذه الكلمات، إذا هنايا تنكر وهنا أكثر، غنحاولوا نخرجوا على الضد، يعني تنكر، ما معنى تنكر؟ إذا من طبيعة الحال غنحاولوا نتساروا، نلاحظوا إن الحضارة الحقيقية التي تعترف بوجود الآخر، إذا تعترف، تنكر تعترف، الضد ديال تنكر هي تعترف، إذا تعترف، تعترف، نعم، تنكر تعترف. أكثر، ترى على الضد ديال أكثر، نعم، بوجود الآخر اعترافا ما ينشأ عن هذا الاختبار، حوار يبنى عن كل الأطراف، أرى أوانه في محاولة للوصول لنقاط سواء أو حتى تحقيق على أقل تقدير، على أقل، هي أقل، أقل تقدير، نعم، إذا الضد ديال أكثر هو أقل، نعم، إذا أقل، إذا أكثر أقل، نعم. دوزو السؤال الرابع، استخرج مرادف الكلمات التالية من النص، إذا الآن غنتساراو على المرادف، يعني الشرح ديال الكلمة، مفهوم؟ ما غنتساراوش على الضد، غنتساراو على المرادف، نعم. يصر يناقش، ما معنى يصر؟ يصر المعنى ديالها حنا كنعرفوه بأنه هو يلح، غنتساراو في النص واش كاينه يلح ولا لا. إن الحضارة الحقيقية هي التي تعترف بوجود الآخر اعترافا، يحترم وجوده وفكره باحتراما، وينشأ عن هذا يبنى فيه كل طرف، يبني كل من طرف وآراءه وانتقاداته في محاولة وحتى تحقيق التعارف على أقل تقدير. نجد أن الحضارات الحقيقية لا تتصادم ولا تتعارض، ما دامت الحوار مبدأ أساسي ينص عليه ويلح، هاي ويلح، نعم، إذا يلح، يلح، نعم. يناقش، إذا هنايا كاينه في النص كاينه يحاور، نعم، إذا إلا تساريتو غادي تلقاو يحاور، نعم، إذا الحوار مبدأ أساسي، النبي صلى الله عليه وسلم يحاور، يحاور المشركين، نعم، إذا يحاور، يحاور، إذا يصر هي يلح، يناقش هو يحاور، إذا آتي بخريطة الكلمات التالية، إذا تعترف، تعترف. إذا تعترف النوع ديالها هي عبارة عن فعل، فعل مضارع، وبالنسبة للمرادف هي تقر، تقر أو لا تبوح، نعم تبوح، إذا يقر أو يعهي ويعترف، نعم. الضد ديال تعترف ضد وتنكر، تنكر، نعم. تركيبها في جملة، إذا تعترف التلميذة بحضارة أجدادها، بحضارة أجدادها، إذا استعملنا تعترف التلميذة، نعم. سادسا، عندنا ما هي الحضارة الحقيقية، إذا حسب النص الحضارة الحقيقية، حضارة الحقيقية هي التي تعترف بوجود الآخر اعترافا وتحترم وجوده وفكره احتراما حسب النص. دوزو الآن السؤال السابع والأخير، بالنسبة للسؤال السابع، ما هو أسلوب الدعوة في الإسلام؟ إذا الدعوة في الإسلام كان أسلوب، كان أسلوب الدعوة في الإسلام يعني مبني، مبني على الحوار، الحكمة والموعظة الحسنة. إذا وبهذا غادي نكون كملت هذا الفيديو اللي كان كيخص الشكل وفهم المقروء. كنت معكم من الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.